السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي. معاكم ميس مروه من قناه ميس مروه. النهارده ان شاء الله هنستكمل منهج كونكت بلس لجريد 2 السكند ترم، الترم الثاني. الحمد لله احنا كده خلصنا لغايه يونت 10. النهارده باذن الله هنبدا في يونت 11. يونت 11 حلو جدا، عندي بعنوان ليتس سينج، هيا نغني. طيب تعالوا نشوفوا الكلمات الموجوده النهارده معايا في ليسن 1، وهقول لكم بالظبط طلعوا من ليسن 1 بايه بالظبط. عندي نمبر 1 جيتار، هنا هبدا اتكلم على الالات الموسيقيه، ميوزيكال انسترومنت اللي هي الالات الموسيقيه. طبعا عارفين جيتار يعني جيتار، فلوت الناي، اود اللي هي اله العود. حاولوا تربطوا كل كلمه بالصوره اللي قدامها. بعد كده عندي باك بايب يعني مزمار القربة، هيبقى شبه القربة كده يعني عامل كده، ده برضو اسمه مزمار. عندي نوع تاني من المزمار اسمه ريد بايب، ده برضو مزمار بس مصنوع من القصب، بيكون كده شكله عامل كده مفهوش قربة خالص، اللي شبه القربة ده اسمه باك بايب، ولكن المصنوع من القصب اسمه ريد بايب، بيبقى شبه العصاية كده. وهنا عندي تامبورين اللي هو الدف او الرق اللي بيكون فيه هنا عندي زي صاجات كده يعني بيعمل صوت، تامبورين. سيمبلز دي بقى هي الصاجات نفسها اللي بتعمل صوت، سيمبلز. بيانو يعني بيانو، دي سهلة. ريزم ايقاع، تون نغمة. again repeat after me، جيتار، فلوت، اود، باك بايب، ريد بايب، تامبورين، سيمبلز، بيانو، ريزم، تون، فايلين كمان، درم الطبلة، كانون اللي هي آلة الكانون، بيكون فيها هنا كده عندي أوتار. طيب ركزوا معايا كويس قوي، الثلاث كلمات اللي جايين دول أهم حاجة في درس النهاردة في ليسن 1، دول اللي على أساسهم حصلنا في كل الآلات الموسيقية اللي احنا قلنا أساميها دلوقتي مع بعض. طيب عندي أول نوع حاجة اسمها string instruments اللي هي الآلات الوترية، كل آلة بيكون فيها أوتار بتندرج تحت string instruments اللي هي الآلات الوترية. طيب عندي number 2 wind instruments اللي هي آلات النفخ، أي آلة ما اجي أستعملها بنفخ فيها بتندرج تحت نوع آلات النفخ اللي هي wind instruments. وعندي number 3 percussion instruments اللي هي آلات النقر، يعني ايه النقر؟ اي آلة لما اجي استعملها يعني بنقر عليها، يعني بعمل كده بستخدم ايدي عشان اعمل عليها صوت، دي بتندرج تحت نوع البركشن. يبقى انا عندي كم نوع؟ عندي 3، نمبر 1 string wind percussion، again repeat after me، string wind percussion. music موسيقى، musician موسيقار، خدوا بالكم من الكلمة دي مهمة جدا، اسمها musician يعني موسيقار. sing يغني، singer مغني، الشخص نفسه اللي بيغني اسمه singer مغني. band فرقة موسيقية، بسميها band فرقة موسيقية. concert حفلة موسيقية. amazing show يعني عرض مذهل، amazing show عرض مذهل. beautiful sound صوت جميل، beautiful sound. lovely song أغنية جميلة، lovely song. fantastic رائع، fantastic. interesting ممتع أو شيق، interesting ممتع وشيق. difficult صعب. in the next page different ways طرق مختلفة. ancient Egypt مصر القديمة. other countries دول أخرى.
famous مشهور، famous مشهور، made of wood مصنوع من الخشب، strum strum يعني بيداعب أوتار الآلة اسمها strum strum، play يعزف لو هي verb، ومسرحية لو هي noun. يعني عندي كلمة play دي ممكن تيجي verb لو هي معناها يعزف، وممكن تيجي في الجملة noun لو هي معناها مسرحية. blow ينفخ، hit يضرب، مش معناها يضرب يضرب حد لأ، بيضرب على الآلة. hit shake يهز أو يرج كده shake. fingers أصابع اليد. very well بشكل جيد جدا. keep يحافظ. love يحب. هنا بقى هندخل في الدرس بتاعنا ونبدأ نتكلم عن نوع من الثلاث أنواع من الآلات الموسيقية اللي احنا قلناهم. هنا بيقول لي we can play instruments in different ways. أول نوع هتكلم عليه wind instruments اللي هي الآلات النفخ اللي أنا بنفخ فيها. هنا بيقول we play wind instruments by blowing them، يعني أنا بلعب عليهم عن طريق إن أنا بعمل blowing يعني بنفخ فيهم. this is a bagpipe، قلنا bagpipe اللي هو مزمار القربة عشان بيبقى فيه زي قربة كده. it is a very old instrument، هنا بيقول لي إن دي آلة قديمة جدا. people played it in ancient Egypt، الناس كانوا بيلعبوا عليها in ancient Egypt في مصر القديمة. people play the bagpipe in other countries now، وكمان بيقول لي ان دلوقتي في دول مختلفة في الوقت الحالي في ناس بدأت ان هي تستخدم bagpipe. it is very famous، وكمان مشهورة دلوقتي in Scotland in UK، مشهورة دلوقتي في اسكتلندا موجودة في انجلترا. this is بيتكلم بقى عن آلة تانية هنا قدامي. this is a reed pipe، قلنا برضو دي معناها مزمار ولكن مش مزمار القربة، ولكن هنا الريد pipe اللي هو مزمار مصنوع من القصب. بيقول لي ايه it is also a traditional Egyptian instrument، بيقولي ان الآلة دي كمان كانوا بيستخدموها in ancient Egypt في مصر القديمة. it is made of wood مصنوعة من الخشب. it is made of wood مصنوع من الخشب with a reed، reed اللي هو الخيزران، مادة كده اسمها الخيزران. يبقى احنا هنا في النوع الاول في الويند instrument اتكلمنا عن مين، اتكلمنا عن الباك بايب واتكلمنا عن الريد بايب. هنا بيقول لي think يعني فكر، what other wind instruments do you know، كمان بيسألك ايه الانواع التانية اللي ممكن تكون تندرج تحت بند الwind instrument. نيجي بقى هنا عندي في number 2 النوع التاني string instruments اللي هي الالات الوترية اللي بيكون فيها اوتار. we strum the strings on a string instrument، قلنا كلمة strum اللي هو بيعزف او بيلعب على الاوتار، وهنا عندي strings اللي هي الاوتار اللي موجودة في ال string instrument اللي هي الآلة الوترية. to make music، هو هنا معنى الجملة ان هو بيقول ان احنا بنلعب على الاوتار اللي موجودة في الآلات الوترية. to make music علشان نصنع الموسيقى او ان احنا يعني نصدر صوت موسيقي. it can be difficult، ممكن تكون صعبة. to learn how to do this، في ناس بتعتقد ان العزف على الآلات دي بيكون صعب جدا. but it is interesting، ولكن ده بيكون كمان شيق جدا. this canon هنا بيكلمني عن مين، بيكلمني عن الكانون. has a beautiful sound، بيكون عنده صوت جميل جدا. there are lots of traditional string instruments in Egypt، وهنا بيقول لي ان في كثير جدا من الآلات التقليدية الموجودة في مصر تندرج تحت string instruments اللي هي الآلات الوترية. وهيسألني برضو سؤال what are these instruments، هو هنا بيديك مثال واحد وبيطلب منك اللي انت تشغل عقلك من ضمن الكلمات اللي احنا قريناها في بداية الفيديو او الآلات الموسيقية اللي احنا قلنا اسمائها في بداية الفيديو. هتختار منها الآلات اللي ينفع تكون string instruments، ممكن تكتبها في الجزء ده كده.
نمبر 3 هنا عندي النوع الثالث من الآلات الموسيقية، أسهل واحدة وكلكم هتعرفوها على طول، اسمها percussion instrument اللي هي آلات النقر، اللي أنا بستخدم مثلا فيها إيدي أو بستخدم فيها عصاية مثلا إن أنا أطلع منها صوت أو إن أنا أعمل صوت. هنا بيقولي with percussion instrument you hit or shake them to make sound. هنا بيقولي علشان انا اطلع منها صوت لازم اعمل حاجتين، يا اما hit them ان انا اخبط عليها or shake them ان انا هزها كده يمين وشمال. زي ايه مثلا؟ ممكن اعمل كده زي التامبورين، تامبورين ممكن اعمل فيها shake، انما الدرام لازم اعمل فيها hit ان انا اخبط عليها. وهنا عندي السامبلز برضو بعمل فيها ايه؟ بعمل فيها hit، وده بيحافظ على الايقاع في الموسيقى. people play the tambourine drums and cymbals to keep a rhythm. هنا بيقولي ان الناس ممكن تستخدم التامبورين اللي عندي هنا في نمبر 1، دي هنا عندي تامبورين، نمبر 2 عندي الدرم، نمبر 3 عندي السامبلز. دي كلها تعتبر من انواع ايه؟ من انواع البيركشن انسترومنت. يبقى انا هنا عندي في ليسون 1 عايزاكم تعرفوا 3 حاجات او 3 مسميات او 3 انواع موجوده النهارده عندي من الالات الموسيقيه. عندي نمبر 1 ويند انسترومنت، نمبر 2 سترينج انسترومنت، نمبر 3 بيركشن انسترومنت. ويبقى كده حبايبي انتهينا من lesson 1 في unit 11 في منهج connect plus لgrade 2 السكند تيرم. ما تنسوش لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، ولو عندكم اي استفسار اكتبولي في الكومنتس تحت وانا هرد عليكم. وشكرا حبايبي، وان شاء الله نتقابل فيديو جديد.